فلا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. أهلا بك وشكرا لكما سحر وإيمان، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. تابع رئيس مجلس الوزراء موقف إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص الأراضي التي تم ضمها لأحوزة بعض المدن الجديدة، وكذا موقف توفيق أوضاع الحائزين للأراضي. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد أن رئيس الوزراء كلف بسرعة توفير قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50,000 إلى 100,000 متر مربع لأحد كبار المستثمرين القطريين، والتي كان قد طلبها أثناء الزيارة الرسمية لدولة قطر مؤخراً، وذلك بغرض إنشاء مستشفى على مستوى عال لتقديم خدمة طبية متميزة، حيث يمتلك المستثمر القطري عددا من المستشفيات في قطر بالشراكة مع كبريات المؤسسات الطبية العالمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مشيرة إلى اهتمام الدولة برعاية جميع شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي ورئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع، وذلك لمناقشة أفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تتطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا. وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا تقديميا مختصرا عن أعمال التطوير التي يشهدها ميناء السخنة، منها تنفيذ الأرصفة الجديدة والتي تستقبل أنشطة متنوعة منها أرصفة متعددة الاستخدامات. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الأمريكيين ورؤساء كبريات الشركات العالمية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة. هذا وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي وزيادة الاستثمارات التي يتم ضخها في مصر في ظل الأسعار العالمية المرتفعة، إلى جانب التنسيق والتعاون لتحقيق استفادة مصر من الخبرات العالمية والتكنولوجيات الداعمة لعمليات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية. في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم بعد تصريحات المستشار الألماني أولف شولتز بأن بلاده أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية. هذا وارتفعت عقود خام برنت الآجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 45% لتصل إلى 85.21 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 44% لتصل إلى 79.92 دولار للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.84 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.2% لتسجل 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملاتها، إذ تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة. هذا وتراجع المؤشر ستوك 600 للأسهم الأوروبية بما يصل إلى نحو 1.1%، مع هبوط مؤشر أسهم شركة التكنولوجيا شديد التأثر بحركة أسعار الفائدة بنسبة بلغت نحو 0.8%. ختام جولتنا الاقتصادية، وعودة لمتابعة النشرة مع سحر وإيمان. إليكم من جديد، شكرا لك ليلى.